ما بغيت لا صداع لا غوات من المغرب يزيد لقدام ما يزيدش اللور. نشوفوا هاد الدراري الصغار واللي عنده شي ولد يقريه والقرايه هي المدرسه هي الدار، يخرج من الدار قاري عاد يمشي عند الاساسيد. ما الاساسيد راه دايرين كل شيء وما يكونش شغب لا في القرايه ولا في الكره ولا في اي حاجه، خص كل شيء يكون بحال بحال. وهضرني قلبي يا خويا انا راه مريض بالسكر، راه سخفت دابا والله الا سخفت، والله اللي مطلع بيا ماشي راه كاملين خصنا نتعاونوا المغاربه كاملوا على هاد الشيء. كنت يخدم معايا سنين وحنا كنخدموا وما كانش كيحيد من عندي الدار، وحتى دابا الحمد لله باقي راه باقي حنا متواصلين ديما. المهم حنا دابا هذوك الناس اللي هتكو اللي تدعوا على هذا السيد وناضوا بيشوهه، حنا راه اتصلنا دابا بالمحامي ديالنا وراه غادي نديروا شكايه ان شاء الله وغادي يتبعوا الحق ديالو. الحق ديالو ما خصوش يضيع، حيت ما يمكنش لاي واحد نشوفوه حنايا قاره الوقت وقاره الظروف ونوضو حنا نستغلو ونزيدو نعاودو نقهرو. لا عوض فاش تعاون معاه درتي ليه هذيك الشوهه ما فهمتش انا. والحمد لله واخا هو ما كانش في الوعي ديالو الحمد لله ما قال حتى شي كلمه تاع العيب، العيب جا منهم هما وهما راه غير اش بغيت نقول لك ما واعيينش. هذاك قالوا ما بيستغلوه ولكن الحمد لله ربي فتح ليه بيبان تاو على الخير. دابا الحمد لله ما كايناش دابا ساعتين والناس كيتصلوا به، ربي بينقذوا من الحاله فاش كاين. ما هذوك ماشي اش بغيت نقول لك، هذوك واش تنعتبروهم حنا انسان؟ هذوك ماشي انسان، حيت خوتنا المسلمين ما يمكنلكش دير خوك المسلم بحال هكا، ما يمكنش. حنا راه خصنا نتعاونوا وخصنا نحطوا الراس على الراس، ماشي واحد الانسان تيكون به شي حاله ونوضوا حنا نعاودوا نزيدوه. لا ما حالاش هذاك داكشي اللي داروا ماشي حاله، والحمد لله راه المخزن كاين وراه غادي ياخذوا الجزاء ديالهم، هو راه ما غاديش يسمح في الحق ديالو، راه غادي يتبعهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.